بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي تعملوا صورة مصغرة للفيديو بتاع اليوتيوب، تمام؟ من خلال كانفا، مجاني الموقع، بندخل عليه اونلاين canva.com. هيحمل معانا، طبعا بنعمل تسجيل دخول، بنكتب هنا في السيرش او البحث يوتيوب ثامبنيل، دي الصورة مصغرة. تمام، جميل. كل دي الصور في منها المجاني وفي منها اللي بفلوس. طيب بنختار فري من برايس، نختار كل ده مجاني، نقدر نعدي يعني نختار اي صورة من دول، كلهم طبعا صور احترافية وجميلة جدا، تعديل عليها في ثواني، ما بياخدش وقت ولا فوتوشوب ولا قاعدة دماغ، افكار جاهزة بنعدل عليها وخلاص. طبعا كانفا ليه ابلكيشن تقدر تنزله على التليفون كمان، ده من ميزته، كلها صور جميلة جدا. خلينا نشوف كده حاجة مناسبة. الصورة دي جميلة جدا، خلينا نشتغل عليها. بنضغط على كاستمايز ذيس تمبلت، بيفتح معانا زي الفوتوشوب لايرز، طبقات، بنختار الطبقة اللي احنا عايزين نعدل عليها ونعدل. ده اسم الفيديو اللي احنا عايزين نعمل له صورة مصغرة. طيب طبعا بنضغط على الكلمة ونعمل كوبي بيست، نلزق الصورة القديمة. اللي عايزين نعدل مثلا المكان بنحدده، نحدد الكلام اللي احنا عايزين نحركه. زي ما احنا شايفين التعامل معاه بسهولة جدا، نبدأ ان احنا نظبط. بعد ما خلصنا التعديل على الصورة عشان نقدر نحفظها على الجهاز، طيب نضغط على شير داونلود، بنختار الامتداد، في عندنا جي بي جي، بي ان جي، بي دي اف، كل حاجة، جي اي اف، فاحنا بنختار جي بي جي وبعدين نعمل داونلود.
اتحملت معانا على الجهاز طبعا من غير ووتر مارك ومن غير اي حاجة، صورة جميلة جدا بسهولة. طيب نضغط على ابلود فايل، نختار الداونلود ونختار الصورة. جميل كده، كده الصورة اترفعت معانا، بنضغط سيف. تمام كده زي الفل.